السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في قناة أناجيت. يوم جديد ونهار جديد ودائما مع الجديد. كما كتشوفوا كنتواجد أنا حاليا هنايا ساحة 16 نوفمبر، وكما كتشوفوا تبعتوا معنا الأشغال ديال النفق 44. هذا النفق كان عنده 60 يوم وداز في 44 يوم، 44 حلقة كاينة في القناة لكم ترجعوا لها من النهار الأول حتى النهار الأخير. عندنا فندق فرح، وفندق فرح كنشكرهم بزاف، شكرا فندق فرح على الأيام اللي خليتونا نصور عندكم من الفوق، شكرا بزاف. هنا كاين عندنا ضريح محمد الخامس، وكاين عندنا حسان صومعة حسان، وكاين عندنا برج محمد السادس، وكاين عندنا هنايا المارينا. المارينا عندها عشاق ديالها وعندها المحبين ديالها وعندها الناس اللي كيجيو ليها يشربوا فيها قهيوات. كاين فيها بيتزا وكاين فيها الناس راهم في القهيوات جالسين كيتسناو المنظر ديال الغروب. في الوقت اللي كيهبط المنظر ديال الغروب وكتشعل هاد الإنارة كيولي واحد السيمفونية جميلة رائعة. عفوا العشاق ديال الغروب والعشاق ديال المدينة. هادو زوارق إخواني أخواتي، شلون كيديرين؟ كيكونوا فيهم رحلات. وهادو ليكيب ديال جيتسكي. كاين هنايا فريق ديال جيتسكي وصل للعالمية من موليدات المدينة ومنهم هما كيبنيو ليهم واحد الكلوب ديالهم. راه هو شوف هاد الكلوب ديالهم راه مره كنجيو نصوروه لكم. شو يلا حفروا لي الساس ديالو، الله يستر لهم الامور. كاين عندنا القنطره الحسنيه، القنطره الحسنيه راه كاين فيها دابا لونتروتيان، راه كيعاودوا ليها كيعاودوا ليها في الصباغه وفي الممرات ديال المسالك المائيه. من غير الاناره باقا ما خرجش. هنايا كاين عندنا المارينا، كاين اللي هي داك القنت بان لكم هذاك الهوطيل، راه هو الشور داك القنت اللي ملي هذاك، راه فندق راني صورته لكم، راه تلقاوه في قناه أناجيت تي في. صورت لكم واحد الفيديو ملي مشيت لكم لبرج محمد السادس حتى هو غتشوفوه، فيديو رائع. هنايا واحد المجموعه ديال الناس اللي كيتسائلوا على طواليطاج. بالنسبه للناس ديال المارينا راه هي طواليط الشوا، هذيك راه هذيك الطواليط، هذه راه طواليط سمارت، كتدخل كيتحل داكشي، كتدخل البيبان كيتحل الراس والروبونيات، كدير يدك شي حلمه كيتحل الروبيني والموسيقى وداكشي. ولكن ما عرفتش واش خدامه ولا ما خدامش، قولنا الدراري ديال السلام واش خدامه ولا ما خدامش. وكاين واحد الطواليطات جوج من اللي هنايا على ديال الرباط حتى للراس اللي راه ما كاين والو، سمعتوني؟ هنايا اللي كيستعملوا هنا شي دروج هما هنايا هما اللي كيستعملوهم، راه تدخل تما كاينه تقلب. هنايا كاين عندنا برج سيدي مخلوف، هنايا في برج سيدي مخلوف كان في واحد المدفع من تما كاينه والله ما عاد جوج باقي عاقل عليهم ملي كانوا كيصلحوا، ما عرفتش فين داو دوك المدافع. فين نجي نتفكركم بهذوك المدافع، كانوا تما كاين المدافع. غادي نمشي لكم اخوتي من هنا ياك، اللهم صل عليك، ونشوفوا التشوير ياك، ونشوفوا التشوير ديال الطريق اللي تصوبات الاخرى. خديتو فكره، هذا غيبقى عندنا متورخ، هذا النفق غادي يبقى عندنا متورخ تاريخي، حيت دابا قناة أناجيت اي باش تفهموا، راه بزاف ديال الناس ما فاهمينش، حنا راه ما في قناة أناجيت ما كنصوروش لكم، لا بالعكس حنا كنوثقوا لكم.
كنوثقوا لكم احداث تاريخيه، راه هادشي كلشي غيبقى متورخ، كلشي غيرجع مرجعيه تاريخيه لا غير. من هنايا واحد الا بقينا في الحياه بقاو يقولوا بعدا راه كان واحد كيجي يصور هادو الدراري ديال التسعين، تحيه خالصه ليكيب ديال التسعين. وهذا العصر لا اله الا الله رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله ومبعث المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف معك. اللهم يسر لنا امورنا وامور المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اذا داز هنايا ليكيب وراهما كما كتشوفوا صافي اشغال صافي راهما تراصاو. شوف التراصاج كيفاش داير، شوف التراصاج عاود الريح فهاد القنيت ياك، عاود الريح فهاد القنيت باش نشوف هنايا صافي راه داروا هادي راه ديال البشكليطات اخوتي. هي شوف الناس اللي عندهم بشكليطات كيدوزو من هنايا، خاصة بصحاب البشكليطات واللي عندها كراري صابات الدفاعة والمسائل ديالها من هنايا. صافي الكازون راه شد بلاصتو، هذاك شد بلاصتو هنايا هنايا باش تعرفوا اخواني اخواتي الناس الغرباء على المدينة. هذه مدينة العتيقة، مدينة العتيقة اللي كتعتبر سوق ديال هاد الناس، الناس ديال حسان اللي كيتواجدو هنا في حسان ياك، ما عندهمش التسويقات كيجيو لهاد المدينة العتيقة. كاين هنايا السوق سويقة، كاين الجزيرة، كاين الحوت، كاين صحاب التوب، كاين الحبيب العور، كاين سميتها صحاب طنجار العود ديال طنجار، كاين واحد المجموعة ديال المستلزمات، سواء كاين مدارس راهي مدرسه، وكاين عندنا كوليج، وكاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي كيقراو فيهم هاد الوليدات ديال هاد المنطقه كيجيو لهنايا. واصلا هاد الناس ديال هاد المنطقه ديال المدينه العاشقه هادي هاشا هادي كتعطي الناس كيمشيو خارجين داخلين. شوف النسبه ديال الكثافه السكانيه اللي كتخرج. واش انا غادي نخرج من الباب ونمشي حتى لهم ونقطع؟ راه ما يمكنش. هنايا ضروري خصهم يدبروا لهم هذوك اللعيبه اللي قلت لكم ليسونسيال. كاينين الناس اللي كيفكروا هما اللي حطوا هذا البلان، وها انتم كتشوفوا كيفاش دار. من بعد ما دازت لينا العمليه ديال التشوير، ها انتم دابا قولوا لي بالضبط شنو بان لكم. الاشغال راه مازال ما سالاش، راه كاين شي حوايج اللي مازال غادي يجيو صحاب الفينيسيون، الناس اللي مكلفين باش بالفينيسيون. ها انتم اخوتي غادي معكم، والناس اللي كيجيبوا الماكله للحمام ردوا البال، هما باقي الناس دايخين هنايا الله تطمن هنا ربي. ليسونسيال خص هما زادوا هنايا واحد جوج ثلاثه اربعه ديال التقيبات على حساب الشجر. شوف واحده من اللي واحد زادوا هادي جوج ثلاثة أربعة، وزادوا هاد وحيدة هي خمسة، وزادوا هاديك راه هي ستة، وزادوا السبعة هادي ثمانية. هاي بعد هنا غيكون عندنا واحد المجموعة ديال الأشجار اللي غتعطي واحد النظرة جميلة. إخواني أخواتي من المحتمل أنه هاد الشارع غادي يمنعوه، من المحتمل شي اللي بان لي أنايا، مليون في المية هاد الشارع غادي، مليون في المية شي لأن خرج من هنايا وداز لينا على سيناغوغ راهي سمعتيني، وغيدوز على مارسيانو ديال
ديال التويوتا اذا غيحبسوا من جهه مارسيانو. ها داكشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم المتابعين الاوفياء. مازلنا كنقول لكم حاجه بحاجه وكل حاجه كتجي في الوقت ديالها. خليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك ونمشي.